الله. هو ال FPS عندي 200، هينزل دلوقتي هتلاقيه واحد، بس اتنين. يا رب يكون مع طول. بس انت اهو. الو، يا رب اول جيمة، يا رب اول جيمة عشان التهنيجة. اي تي يا ابني. الو، معاك. انزل هتنزل ورا؟ ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. انت بتعمل الستريم دلوقتي؟ ايوه يا ابني، انا فاتحه. انا يعني فاتح كده شغال اللايف. ايوه يا ابني شغال اهو. تمام. انا هنزل على البيوت دي. لا ما تنزلش هنا، ما تنزلش هنا بالظبط، ما انزل على البيوت اللي ناخد الهاي جراوند عليهم بس الاول. قرب، بس قرب مني. انا نزلت حتة عالية عشان ناخد الهاي جراوند بس عليك. كام ويزني؟ انا عايز محدش يفتح مش عايز حد يفتح الدروب. بص، وفي علق بيفتح الدروب اهو. هو جايلك الله. ايه اهو بقى احسن كده يا شباب. ما اسمه ايه؟ قال لي دوناتيلو. قال لي تعرفوا المشكلة ايه؟ كام جاي يا عم، جاي. كام يا ابن الهبلة؟ انا جاي اهو كام حمادة يا عم، والله العظيم جاي. كان في واحد غفلنا اهو اللبس. بص اتساب ورا كام بيبي يا عم. انا ولا مين؟ ايوه انت، امال امي. كام عشان ما تفسخش، يا عشان عم في ناس عندي كتير. حاضر، والله جاي، والله جاي. استنى بس، استنى بس، اخد شوية كام بيت. بيبي، كام بيبي، كام. هو البان يا ابني، ما تخرج. يا ديني. اوف، ايه حد عندك؟ لا اجيلك انا. حصل لي دروب ليج. اوه هي حرام بجد لو طول مت. اكتر. جايلك اصلا الولا لو نسيني هتشكله. بسرعة. بص نزلك. ولا كان معاه بامب وانا ما كانش معاه. طب ما انت تسيب لي حاجة. طب ما مبدوني اللي ما خدتش الورد. ايه ده؟ بيبي حلوة وقنابل، بس طلقها بس يجي بس. في بوت عندك؟ استنى فين؟ علمنا عليه يا ابني. سيبني اخد كلها دي. اهو. ايه ده اتحسبت لي؟ اتحسبت لك ايه؟ اتحسبت لي انا. ما اتحسبت لي برضه انا كمان حاجة. ايه المسدس السريع؟ تقريبا كان في تيم معاه. يلا خد الانبوت اهو. لا يابا شكرا، عايز تطلع بس سكور. خد ايه كي اهو يا ابني، بقول لك ما اعرفش العب بالايك كويس. عايز تطلع بس سكور. تاخد يوزي. ارمي لي ايكي وطلق سكور، وطلق ايكي. بس داخل على اه اه بس داخل على طبعا. ازاي؟ بس انا عارف ان انت مش هترمي لي الايكي الجولد. تاخد يوزي. خد اهو. لا يا عم، عايز طلق سكور. خد اهو يا جدع اتقل. لا ظبطك اهو. في كلب بيضرب. اشوفه بس الكلب ده. هو في طلق بتاعي
معايا بيلد خالص اهو. عايزين نشوف دماغه. يا حرام الكلات يا حرام حسب الكلات. لي صح. لا ما دول اللي كانوا بيفيطوا على بعض. سيبهولي سيب. طب سيب لي اللوت ده، سيب لي اللوت ده. خد ده لا خد انت ده، سيب لي اللوت التاني. اخد ده، في حد كان بيضرب هات في الصاروخ بس، يا ابني يا ابني. خدت كل حاجة، خدت كل خدت حاجة. الصاروخ بس، لا ما خدتش الصاروخ، خدت البتاع لا اللي ما انت. خدتش كل حاجة لا خدت كل حاجة والله. اهو والله، خدت الصاروخ اهو. طب البتاعة دي راحت فين؟ خد طلع البتاع، هي كانت ورا. طلق اوزي بقى بالله عليك والله، تعمل معايا ولا. وطلق اكي عشان مش معايا، معايا سنايبر اي دبليو في ما ومعايا اكي. يوزي انا بلعب. طب خد يوزي، خد كل اليوزي اللي معايا ما مش عايز يوزي، مش وانا عايز بلعب يوزي. ما انت اللي قلت اكي اكي ايه كي بلعب معايا ايه كي. طب طلق شجرة. طب خلي عندك دم، سيب لي حاجة يا عم. بطل الفرع انت، ايه انت هتكوش على كله نص اللي معايا. خدت الشيلد انت وروقت نفسك وانا مش لاقي حاجة تروقني. هلعب بدبل شوت انا، اجربه كده. ايوان ايوان انا عايز الضرب ده. استنى ده بوت ده ولا عايز ايه؟ عايز اجيبه بدبل. يس حاسب بس عشان هو اللي يقتلك. سيبهولي. طب سيب لي اللوت. طب انا اللوت ده بتاعي، انا عايزك بقى تقرب منه. ايه اللوت بالبيلد ده بتاعي يا ابني يا ابني هنا. طب ده انا اقول له ايه ده؟ انا لمستك يا ابني، متى اللبس اللي معاك هس. استنى خد بس شوية. معاك بيلد؟ ارمي لي بيلد وانا اديك اللبس. ماشي معيش كتير، خد 250 اهو. وعلملي عليهم. طب هات اللبس بقى يا عيل، اتأكد بس انهم 250 عشان اعرفك. والله 250. طب اهو يا ابني اللبس اهو. ارميلي بس لبسك، ارميلي لبسك هنا. خد اهو، استنى سام بيرن. ايه يا سام، رميت لك كله في يام اهو. ايه يا سام، يا ابني انا فاتح الاستريم كب ناو، اهو، انا فاتح الاستريم. يا ابني ومانو ابعت لك اللينك. ما انت خدت اللينك امبارح، ادخل على اللينك ده وادخل على الاشتراكات وهتلاقيه بقى. وابعت لي ناس عندك، ابعت لي ناس عندك. ماشي جيمة، احنا بنلعب جيمة. جيمة انا بقول لك جيمة. ما اعرفش انا فاضل لي انا قد ايه، فاضل لي انا 38. قول له 38 ناس قليلة يعني. اتفرج علينا، اتفرج ستريم. ماشي سلام. وابعت للناس اللي عندك. تعرف المشكلة ان في لاج اهو. مانو بيتفرج. اسمه ايه ده بيتفرج؟ سام بيتفرج. صبح على سامي يا ابني. مانو احلى مسا عليك يا سيء، هتلاقي كتب كومنت دلوقتي هيظهر لي. لا ما كتبش حاجة، لما يكتب هيبعت لي رسالة ان حد كتب كومنت.
استنى ما انا بس لو سمحت، استنى بس لو سمحت، انا لما قالت لي طلع لي الحاجه دي قلت لها ايه؟ زقها، انا لمستها. تعالى يلا، في واحد لعيب عندي. امسكها بسرعة، امسكها بسرعة. طلعش معايا حاجة اجيلك بيها. يسيبه يموت يا عم، فيها ايه؟ ضمانه. فين يا ابن الواد؟ علمني طبعا ليه؟ وانا باين كنت شايف. اوه يا لهوي، جاب نص هيل جدع والله. ده ازاي ده؟ جبته، تصدق؟ طب سيب لي، قبلت طب عليه يا لهوي. سيب لي حاجة، سيب لي حاجة يا مفتري، يا مفتري. انا هاخد بيلد، خلي بالك هاخد بيلد يا ابني، ملك يا ابني سيب لي شوية، سيب لي شوية يا مفتري، يا مفتري. مين اللي كان معاه؟ قلتلك يا عم. مين اللي كان معاه اللوت ده؟ خدت الفيس. في تيم قدامنا بيضرب علينا. اموت واشوف. ايوه هو هنا. فين 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 فين؟ جبت واحد يا ابني، شاور لي عليه. ده تيم هاكات. جبت التاني. ايه هو فاضل كام واحد؟ فاضل واحد. استنى والله العظيم لاجيبه. يا ابني والله العظيم يعني حرام، يعني حرام. تالتو؟ لا لا لا، بسرعة قبل ما يفنشني يا عم. انت مستني ايه يا ابني؟ مستوب. ايه ده؟ ايه كل اللوت ده يا زلفي؟ ايه كل اللوت ده يا زلفي؟ بص ابو ام البتاع وعمال يقول لك ايه ام اللي هو. طب اعمل لك ايه؟ والله العظيم حاولت اقتله انا، والله ما هكدب عليك. كل ده وبتقول لي مش معايا لوت يا مفتري، كان مفتري. بيتفرج. اه باين ده اللي انا شايفه قدامي. اس اس هيدخل معاك كمان ده. اه طب اخلص لحد ينتجك. طلعت سنايبر في واحد عند الشجرة. يلا كنت قاعد فينيشر. الله الله الله، خد الصاروخ بس الأول، ارمي السنايبر التانية 37. عند الصاروخ اللي على الشمال. فين الصاروخ؟ أيوة يمين يمين، أكمل يا ابني يمين. أيوة كده، هنا. خليك كده. أيوة هنا. ده هو كان بينشن على السنايبر، رحت رزعه قمت مديله. عايش بس عاشو. لا بس كانت فشيخة الجماعة دي. اوكتافيا اصلا النهارده كان بيلعب بهاء. مين اللي بيشجع مصر ده؟ ها؟ هلا؟ ايه اوكتافيا النهارده كان بيلعب بهاء. مين اللي قالك؟ ايه اللي مين اللي قالك؟ ده جاب التيم بتاعي كله، سكواد كامل. اسأل سام يا ابني. بابا انا لو والله لو سكواد اسأل. كامل ايه؟ كنت انا وسام واسمه ده ومين تاني؟ واحد كمان. وكنا كنا متيمين كمان مع 4 كمان في الجيم.
مع زاس وموندي وخالد و قتلنا كل قتل التيم التيمين دولت مع بعض. وانا اقول لك حاجة، انا والله لو قفشته انا مش هدغدغه. طيب هنا في اكيد دندروب، في حد باين هنا صح؟ لا لا انت ايه ده؟ لا انت يلا فين يلا فين فين ركز، طيب عشان ما حدش يجيبك. فين؟ اهو ايه اللي فين؟ انت مركز عليه. حاسب عشان سنايبرات ده شكلهم متايمين مع بعض. ماشي ماشي، انا عرفت، حاسب لحد يجيبك من وراه. انا هعمل ايه دلوقتي. انا الحل اللي انا فهمته يعني من سربرايز، يعني قال لي امسك دي كده واعملها كده واعمل كده بيطير يا معلم. واحد جايلك، واحد اتنين جاي عندك، البس نار وموت كده تيم تالت عايش. وكده. الستريم بتاعنا رام لا ايه، سم مش راضي يقبل. وتيتو يعني احنا كنا ثمانية، ثمانية وتيتو وديكتاتيا. وتيتو كان معانا. طب استنى يا عم نفرج الناس على الاستورج بتاعنا. وتيتو ايجيبت قتلني بعد ما طلعنا وانا عملت يعني له كنا ثمانية، صاحب ثمانية وتيتاتيا. وتيتو كان معانا. طب استنى يا عم نفرج الناس على الاستورج بتاعنا. وتيتو ايجيبت قتلني بعد ما طلعنا يلا وانا عملت يلا له هو كمان صاحب ثمانية ثمانية وتيتاتيا. يا عم اخويا تيتو كان معانا. ايه؟ طب استنى يا عم اخويا نفرج اختي الناس على الاستوديو بتاعنا. ما تيتو ايجيبت يعني قتلني بعد ما طلعنا وانا يلا عملت له هو كمان صاحب ثمانية ثمانية وتيتاتيا. ايه طيب؟ يا عم اخويا تيتو كان معانا. ايه؟ ماشي. طب استنى يا عم اخويا اختي ايه ده؟ وتيتو ايجيبت قتلني. هو ازاي شاحن وهو ايه ده؟ بعد ما طلعنا وانا عملت له هو كمان صاحب ثمانية وتيتاتيا. ايه طيب؟ يا جدعان يا جدعان يا جدعان، ايه اللي مشغل اللايف هو ده؟ انت خدت بالك؟ اللي مشغل اللايف هو ده. وتيتو ايجيبت قتلني. يا جدعان يا جدعان يا جدعان، ايه اللي مشغل اللايف هو ده؟ يا جدعان ايه اللي مشغل اللايف هو ده؟ يا جدعان يا عم انت اقفل اللايف بتاكا يا عم. والمصحف انا كاتم صوته، اصل كان صوته راضي اتقفلت الصوت ما كنت سامع حاجه. يا جدعان ايه اللي مشغل اللايف هو ده؟ يا جدعان يا عم انت اقفل اللايف والله ما عندي، انا قافل الصوت والله. يبقى من يا عم عندك انت والمصحف انا كاتم صوته، اصل كان صوته راضي.
هو الزكريس في اللعبة متأخر. طب اسمه ايه ده؟ كان اسرع منه. كلم اسمه ايه ده يعني؟ طب اعتردي ولا ايه؟ هايبر لو يا ابني ربنا بيجيب حاجة. هو كل طب هات الماستر، هات الماستر دي 1 مينيت. ما عندي في الفريند اصلا، انا عايز ابعت له يا مانو. عندي عيني كلب عيا عندي وعمال كل شويه اعمل لهم بث تاني. انت شتمت في الاستريم يا مستر اس؟ مين اللي بقى شتمني؟ ماشي بقول يا مستر اس. مستر اس غيرت الكلام على مانو. مانو ايوه يا حماد اديني ماستر، اديني ماستر، حاول ماستر. ليه يا ماستر؟ ماستر ليه؟ هات يا عم اعمل حاجه. طب ما تعملها، انت بارد قوي. اه انا لسه هو جاي يجيب ماستر والله كان جد عشان اعمل كده. ودوس ريد يا حيوان انت وهو ده يعني. طب ما تقول اعمل ايه ده؟ لا تستحي انت غبي. ايه يا ابني هتستنى هايبر؟ هايبر طالع ثواني انا شايف كده برضه، اصل مفيش حد كده كده بيتفرج على الستريم. دي اهانه، خلي بالك. ما هو فعلا مفيش حد بيتفرج على الستريم. لو اتنين طقف دماغه وقال يتفرج على الستريم بتاعنا تلاقيه تقريبا هايبر. قول والله. اه تلاقيه فاتحه على الجهاز تقريبا. انا مش شايف الجهاز. ثواني ده ايه؟ هايبر اخوك ولا ايه؟ ايوه يا عم. لا هايبر اختي. ايوه يا عم. يعني اخوك اخوك ولا انت بتقول على اخوك؟ خلاص لا هو اخويا وانا بقول عليه اخويا. انت عيل. ما هما الاثنين. بس اقول لك ايه تاني؟ ماشي ماشي. بص عمار قال كده على الموضوع والله ما اعرف. بس هو استنى استنى اقول لك حاطط صورتي. بقول لكم يا جدعان يبقى اسال سؤال. هو اللي مافيا بجد والله يعني فين اسم فين يعني احنا مين فينا اسم مافيا يا عم؟ عادي يا عم انا كان اسمي مافيا. لا 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 بلاش. لا اسمع مني انا كتبت خلاص قدمت يا عم. انت اسمع يا عم. لا يا عم اقول له غير الاسم. بالأمارة لا كمان يا عم اسمع بس. نينجا هو فاتي يا عم. لا 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 بقول لك ايه معلش. لا مش تنزل يا مش تنزل يا يعني الابو برودك. ما تعملوش مافيا يا عم. ما مافيا انت ايه رايك يا مافيا يا منو في موضوع نينجا؟
نينجا ايوه يعني ايه رأيك في الموضوع نينجا اسمه معانا، كده؟ نينجا معانا زي الخرا يا عم ماشي يا نينجا. سامعني ولا يا جدعان؟ ايوه سامعيني ده اللي تمام احنا كده البطولة، احنا تمام كده في البطولة. كان ايش يعني كده انا خايف قلت اعمل له روبوت. سيمون دي عامه ماتت اول الجيم يعني. لا اصل كل حد كل ما واحد يقابل كيفو يجي هو الصراحه لعيب. لا اتلاته غريبة تحسسك اللي هو ها فعلا اتلاته كلها تحس انها هي نينجا. افتح اللايف ستريم يا نينجا. تقول ايه؟ افتح اللايف افتح ستريم الستريم ثلاثة كده افتح فتحين. ستريم يعني ولا افتح لا احنا فاتحين ستريم نخش عليه. اللي انا بعته لك تمام. ايه ده يا دي يا فلوكال روزن بيلعب بيبعت لك مين روزن؟ مين روزن دي يا عم؟ روزن يا عم بعت لك، انا شفت الصورة في الفيديو قصدي روتين. ايوه بيبعت روزن يا عم، انا غلطان. ايوه يا عم. طب هو كان بيبعت لنا بس خلاص، ده فريند عندي اصلا. بص اهو انا فاتحه في اللايف ستريم. هو عندنا كمان، هو عندنا كمان زكريا وبلاك شارك. ايه يا عم الناس دي؟ ده اي حد تعمل له قاعد كده؟ لا ما اعرف انا اللي بيقول لي. انت عندك كام واحد؟ ده الهري اسود. طب 48 واحد اكتف فيا، مش حرام يعني؟ انت اي اد كده يا ابواي؟ اي اد؟ طب اعمل ايه؟ طب فراغ. لو واحد برونز بعتلك. لا برونز مش للدرجة، ايه ده مش للدرجات دي يعني. ولا اسم ال... ابعت لي اللينك بتاع الاستريك. بعتهولك. انا بعتهولك. بعتهولك في افتح الديسكورد يا ابني. انا بعتهولك. لا ايه بعتولي واتس، بعتولي بعتهولك واتس. بعتهولك واتس. ماشي يا عم مجيد. الحمد لله انا مشتغلتش بس في الاستريم. استنى ابعته لمين كمان؟ اه صح ما بعتهولكش. سوري جدعان، عايز اطلع قلبي يقول لك يا زيكو نتانا.
طلع في فلوك او ما يس هاي جوش كيفش ما تخاف ما بيعرف الو يو وانا في لسه انا وقت في الستريم ايوه قلبي يقول لك اخر طلقتين ردوا في زورو احنا اخر طلقتين هيردوا في زورنا هيرد في حته ثانيه بس بيقول له زلفي اخر طلقتين ردوا في زورو زلفي ارد تي ايوه انزل فينا يا جدعان ايه ده بطل تنزل ايدن نعم اهو تنزل ايدن ايوه ايوه البيت الكبير ايدن نضحي للدرجات لا لا بيت كبير لا لا بيت كبير لا بلاش ادين النبي ده انا شايف سبعه نازلين معانا ما احنا عشان علينا صوتنا ما انا حتى ما انت حيوان ايه ده لكم لسه ما نزلت نولع حاجة تعرف تلعب باين عندي انا شايفك شايفك بس انا محدش شتيم بتفرج على الستريم وبتفرج على بيت كبير يلا بقى يلا يا جدعان البيت الكبير لا يا جدعان جدعان خلاص طوحنا يا جدعان جدعان هخلص وافتح أيوة فورتنايت هو ليه يعني ليه ده بعديكوا انتوا لما تقفلوا يعني البيت الكبير البيت الكبير ولا ايه يا عم لا طبعا فورتنايت مين فشخ فيه انا الحمد لله اخر جيمة جبتها جبت فيها كلا انا اخر جيمة جبت فيها ده نجاح ايه الجمهورية لا انا اخر انا الجيم الوحيد اللي لعبته فورتنايت كنت بلعب على 2 اف بي اس تقريبا يا نهار ابيض ده ليه ده والله هو دخلت يعني جبت تقريبا مش عارف دمجت واحد ومت ليه يا جدع انا بس يكفي شرف ان انا دمجت يا ابني بقول لك بلعب انت لازم تتعود على كرييتيف على اللو كرييتيف على اللو وعلى 7 اف بي اس ومصغر الشاشه وعامل انا بلعب حاجه توكل بقى من لا انت بطل في شيلد ما كده خليك والله ما بهزر انت بطل اصلا نعم يا بابا انا عارف والله ايه كتير فشخ قال لي كده حاضر جدعان هخلص ال سامع الخرا يا ولاد مصطفى نعم صحيح استنى جاي لك يا نينجا انا عندك اللوت خرا اللي عندك طب في حد طبعا هيفنشك يعني ولا ايه ابني يا اسطى اصل في واحد كان ورا انا بص بحاول اجيلك هو مين اللي واقف تحت مع حسين مانو عايشته ولا ايه خلاص عشان في ناس عندنا خلاص 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 انا في ظهرك انا في ظهرك علمني بس على مكان الناس وانا معاك في ظهره خلاص يا نهار ابيض تعالوا تعالوا لي بقى انا تعالوا لي انا مين بيديك مانو يضرب فيه مانو بيديك مانو اللي بيديك ايه ده يا اسطى يا اسطى تعالى بسرعه بجيبه بوم اي خدمه قول سام اللي اداك يا نهار ابيض بس ما تبقاش سباك طب تعالوا بسرعه تعالوا بسرعه عايش عايش والله ما شفته افتكرت واحد تبعي ايه يا ابني انا عاد انكس فيكو خلاص اوف مش ايه انت كده يا عم مش معايا اسلحه خالص دمت في ناس قرروا ماشي ماشي ما حد بقى معاه هيلث اوكي والله ما معايا اخد بس تعالى تعالى اخد بس اللوت ده تعالى معايا انت بارد يعني عايز بلد عايز بلد في واحد تاني عمال يتنطط تحت اهو اهو يا افتح افلوك اهو خلاص لقيت واحده ميد كيت كبيره عايز بس بلد 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 بتاعي واحد ده لو انت شايف ادي يا مرون انت عامل شبه الخروج يا جماعة ماشي في اي خرا لا مانو عيب عليك يا ابني سمي بس يا اسطى في عن كريتيف ماشي دي مش ايه سمي بس عن كريتيف اوبا تصدق اول مره اعرف في حياتي طب حد معاه طلق اوزا يا جدعان مره تعرف ابو كده لا مش انا بتاع خرا والله لسه انا وتش وده ايه كوي والله يا الله حد معاه طب طياره 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 بسرعه
اهو اهو هنا انا. طب بسرعه بسرعه انا حارسها جنبك حارسها جنبك حطيتها والله. يلا بسرعه بسرعه يا ابني طياره اهي عندي اهي اهي يا ابني كرسي ايه عملت كرسي عملت كرسي اتكسر انا خلاص الكرسي اتكسر لو وقعت والله العظيم انا مستغرب جوه في البيت وما اتلمست هتلمس شكلي دلوقتي مش عارف ايه ابن الكلب اللي الحمد لله ما موتش ايوه هم 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 تعالوا هم هم ورا البيت تعالوا ورايا انت فين امال ورا البيت اهو عملت اهو 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 فين يا ابني انت تعبان يا ابني شاورت عليهم شاورت عليهم يا عم بيقول لك يلا عند فوق الجبل هنا مين اللي بيصفر ده يا جدعان لا هو ده فاهم بتاع ايه انت حاطه جنب السماعه ولا ايه لا يا عشان السماعة صوتها انت حاجة عمال تقفله المونو 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 اهو اها اها شفته؟ الا خمس طلقات شوتجن جبته جبته شفته يا منو؟ عيب عليك يا اسطى شفته ولا لا؟ جبته خلاص جبته اه بقول لك شفته ولا لا تقول لي جبته؟ عادي ما بشوفوش انا حمد لا ما انا والله العظيم كان قصدي كده اوه يا دين عم طب ده نايس الواد ده لوتو مش عارف جايبه من جايبه من ال يا جدعان في دبل شيلد هنا ها لو حد عايزه طب علمني طبعا ليه خلى عندك دبل اهم اهم يا عم انا بعملهم لك بيل بديلك شايف على اللايف شايف اللايف بس اتفرج عليه اه شايف اللايف شايف انا معاك كام طلق مش شغاله مش شغاله ولا شيء طيب والله لا باخد الاثنين انا انا معايا معايا 22 طلقه شوتجر و5 دربات اه اوكي ايه مين اللي بيضرب ده بتاعي ايه ده مين ادم الدم معاك طلق معاك طلق اي كي والله معايا 30 بص اللوك مع 125 يعني ابو اللي قال لك اتفرج على ايوه هاتف لوك هات بس لوك انت اللي جبت لنفسك تعالى في ايه كيبك لو عايزه يعني. انا معايا بسكن الغزاله هات بس يا حماده انت بتجري ليه هو ما عندك في الصفيره يا جدعان ولا بتاع استنى امسك شويه لا احنا ما حدش تقريبا حتى تمام عايز بلد عايز شوف ايش يا جدعان ما حدش عنده بلد بالله عليكم حد بيضرب وانت يا دي يا دي فيكر ما عندك سماعه يا ابني عندي سماعه اهي سماعه والله سماعه بس مالها مالها ما بتعزلش في الورق يعني لما تيجي على الديسكورد عشان الصوت يا المفروض انا انا بس سماعه مايك استنى بس استنى لو بالله عليك والله ماشي من غير بلد ماشي ببلد ثلاثه داير داير ربنا انا ماشي ب 99 احنا بيتنا ايه ده بس ممكن يكون بيتنا بيولع بيتك ايه يا هايبه قلبي اقدر حدد قلبي يقول لك ايه ده احسن بيتنا بيولع والله العظيم افتكرت البيت بيولع بيقول ضحك تاني والله ولا مش عايز اضحك بيلوع بيلوع بيقول الاثنين مع بعض انا بطير في الهواء عشان عشان اجيب بس بلد عايز نكسب مسابقه يا جدعان ايه يا ما تاخد يا فلوكا للشيلد ولا انت رايك ايه اخد ايه تاخد الشيلد اللي فوق ايه فين ده فين الشيلد يا عم ما الزفت خده ما انا بنيلك لغايه فوق عليه انت خدته انا مفكر خدته منه عيب عيب ما يبقى يا عم عيب ايه ما رد عليه لا يا اسطى ما باخدوش انت ده انت وانا وجب انت 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 كنت عايزه لا يابا انا كنت هدوه ايه الاستريم اكتب صح يا دي صح يا دي المنام الدوله افلوكا ايه يلا افلوكا ايه اكتب إيه؟ على الاستريم بلس 18 ايوه صح والله ما بظبط اكتب عليه حاجه حلوه بس نخش على لكم بس بالله عليكم ابعتوا ايه يعني طب انا عندي لايف عندي على القناه اجيب مثلا 60 مشاهده 50 مشاهده ايه يلا ابعتوا لي الاستريم ايوه يا جدعان تعالى إيه تعالى في بومب زرقاء يعني ماشي انا عايز طلقه انا عايز انا عايز انا عايز انا عايز طلقه لا انا جاي يا اسطى لا ما انت انسى يلا الزوم يلا الزوم انا معايا طياره
طب طلق بمب، طلق بمب خلى عنده دم. استنى تعال دم، خلي تفرج علي، خلي تفرج علي، خلي تفرج علي. ها؟ خلي تفرج علي. اتفرج عليك؟ في حد بيتفرج علي. مين اللي بيتفرج عليك؟ يا جدعان تعالى خد فلوس. مش عارف بيبان عليا ان حد بيتفرج علي. بيبان لك فين دي؟ بين فوق ممبر هاز سام ليجند، يعني العضو سام ليجند هاز از ايه ريكومندد سبكت. يا حيلي انا طب انا غلطان والله ما اعرف يا جدعان انت كان في كورس وربنا افتكرت فلوكل بس دي حركات ماله يعني فلوكل يعني يبدو وحش هو يعني يا ابني مين بتهزر ايه ده صباح الخير صباح ما طب صباح اللي بالورد انتوا جاي مره واحده طلع شو الجن يا جدعان ده انتوا ده انتوا لو بيبيعوا حشيش هنا في ناس في كلب بيبيعوا بلاش يلا بقول لك نكتب على على الستريم بلس 18 جبت عليه بلس 89 اوبا عليك سي ام اس اللي جنبري يا ابو عمو ايه طب ارمي لي طلقه خليك جدع خليك جدع والله ما معايا الا طلقتين اديك طلق اي طلق ايه طلق ايه طلق ايه طلق سكور عشان بلعب باكس ام 8 عايز طلق ايه وعايز شوجن والله بص طلق ارمي لي طلق سكور ماشي يا اسطى تهنيجة تهنيجة الو انت معاك الو عايز الكابوس ايوه 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 يلا اعمل وقفل الصوت ايه ايوه يا ابني كنت قافل الصوت مين خدت بالي انا ادم غبي غبي ده مين بيرسم ده مين اللي بيرسم ده ايه ايه الجبل يا عم مان ايه يا عم ايه يا عم شفته هنا في يا جدعان احموني يا جدعان ايه ده ايه ده ايه يا جدعان احموني عشان اللعبه هنلاقيه يحاولوا طيب يا جدعان انزلوا لي واحد جد انا لو مش بتاخد يا عم انا مت يا عم انا والله العظيم 200 200 200 شفت يا جوكر يا جوكر يا جوكر اطلع فوق سلام يا اسطى بقى عشان وحشتني والله الله يرحمك يا اسطى تيم هيجيبك يا اسطى تيم هيجيبك يا اسطى انت بتعمل ايه جبته 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 عشان انجا قومني قومني طب انا ما حدش هيقومني ولا ايه ولا كلب يعني ولا ايه مش فاهم يابا عشان فتح ستريم بس عشان خاطر انا مش عارف يا عم تولع انت والستريم انا كنت واقف جنبه نينجا 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 انا بس يا جماعه مش اتحرك تحاول لي يا رب والله ما اتحركت حد يتحرك بس كده والله ما اتحركت يا عم انا هموت يا عم لا اله الا الله تقلقش يا اسطى مش انت بتلعب يا اسطى انا واقف جنبك يا اسطى صحيح اه يا عم عشان اكلب بلوت تقول لي انا لا بروب دروس خدها لو جه خلاص هو جه وشخ خلاص المشكلة انه برضو ما معهوش طلع شو الجن عندنا معاه كرسي ده اللي هيجنني اه انا معايا اه انا معايا طب ارمي لي بس طلق شو الجن بالله عليك والله ما معايا الا 10 15 برضو يا مفترين يا مفترين انا مش معايا غير 20 دلوقتي طب كنت يا عم مانو كنت رميت لي طب 17 ونص النت قفل عندي تمام بس تعالى يلا السلام عليكم السلام يا مانو طب انا في لوت اهو انا هاخده واجي لكم تاني في واحد اهو في واحد عايزين بس الاول في اتنين عند البتاع فين فين ايوه شفتهم تعالوا انا خلاص عليهم بقى عشان ايه بس ننزل على وشهم على طول ماشي لا لا ما تضحيش ما تضحيش ايه ده ايه
طلع يا عاد الارجوجات من جنب وشي. الحمد لله انا ما شفتهم. انا موت انا موت انا موت جبت واحد. مش عارف انا بهبط بعمل ايه. صاحبه ده انا قتلت سبعة يا ديني يا ديني يا ديني. دول اتنين دول اتنين في واحد اهو. واستنى انا هجيب لك امه دلوقتي. والزون قتله اصلا. عايش عايش عايش. الو 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 انا بس احنا ايه على حزون. بس ايه ده يا جدعان متلخبط. تعالى خليكم تعالى اصلا صحيين. تعالى خليكم صحيين. هو مات. تعالى بس بسرعه بقى لي بسرعه عشان في واحد فوق. تعالى ماكش دعوه اتنين معلق بسرعه بقى لي جامد. يا ابني يا ابني اهدى اهدى ما تتحركش. قول لا اله الا الله. بس قول لا اله الا الله. لا 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 سميت. قول يا رب يا رب يا رب. على حزون. استنى بس بالله عليك يا جدعاء. ايه يا ابني انا لسه عايش الباين كده هما بيقولوا. طب اصحي يا مستر اصحي يا مركز. يا جدعان والله حرام. حاول تيجي بقى مان. انا بنزل تحت الارض. انا بنزل اه ماشي خلاص جاي. اه جايب لي شيلد كمان. حد يجي راجل زي العصر. احي طب مدخلني مدخلني وانا اتش بي 50. يا جدعان حد بيتفرج على اللايف اصلا. هموت او شكل. هو الواد ده فين؟ عشانك بص انا رايح لك وانت ما تعرفش انا بعمل ايه اصلا. انا بتجمل سمع يا جدعان. عاش. ايوه بقى ايوه بقى. انت ما شفتش اصلا الكلكه بقت عامله ازاي. هو سمع ما اعرفش سمت ولا ايه. سام سام نتشك عنده فصل. نعم. ايه يا ابني رحت فين؟ ايه ما في جاي او ترى اللي هدي والسلامي. يا ابني سامعك ماشي. انت هو بيقول لي سامع في الاستريم وانتوا بتنادوا عليا. بيقول لي يا ابني رد عليهم. اه يا اسطى اسمي في واحد اسمه سيف ايه كريم بيقول لك اسمك يا مصطفى. كريم مين؟ هاي واحد اسمه كريم عادي اسمك يا مصطفى. وسيف بيقول لك كلب بلدي اسمك يا مصطفى.
اقفل اقفل افتح اللعبه. ماشي يا جدعان. يا اسطى هو اسمه يا اسطى الفيديو البث ايه؟ بعتها لك على التليفون. انت اسمه زي 18 اصلا؟ بعته لك على التليفون والله. حط لايك يا عايزة عن كريتف، سمي البث عن كريتف عشان يجيب مشاهدة. اه صح. يلا يلا كم إيه؟ واحد بيساعدوا الستري؟ ستة. يس 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 نو وايبر. ايه؟ طب ثواني بقى، ما تقطعش في الستريم لو سمحت، خليك مركز في الصورة، ما تقطعش في الستريم. ولا انت هتفز الصوت في الستريم؟ ايه؟ انا قافل الصوت عندي في الستريم عشان خش على قاعد العيال بصوا اقول لكم دي قناتي تمام؟ وانا كمان بقول لك ايه، بقول لك ايه، ما تيجوا ديسكورد وصوتنا هيطلع احسن. لا ما انا ديسكورد هتقل النت اكتر مع النت كده. خلاص خلاص يا عم، النت وديسكورد بياخد. ماشي اتفرج على الستريم، اتفرج على الستريم يا ابني. انا بادئ انا واسمه ايه ده وسام ونينجا ومانو. ايوه ليه؟ ان شاء الله ان شاء الله، قول بس ان شاء الله ان شاء الله. والله لا ان شاء الله والله لا. يا اسطى بطل رخامه، انا كنا بنهزر. انا فوز الجيم ده كمان يا جدعان. طب انا اقول لك حاجه، احنا بنهزر كلنا. انا بتفرج على الستريم، انا عارف ان انت قلبت امبارح على بعض وحصل حوارات. ستريم هايبه. طب هو بيسلم عليك عم. انا هو بيسلم عليك. بيسلم عليك. ماشي سلام. ماشي يا عم سلام سلام. يلا عشان انا نازل. سلام ايه؟ ايه يا ابني شوينا يا جدعان. إيه؟ ولا انت مأخر الستريم؟ لا يا ابني يا ابني انزل الستريم. مستر دوناتيلو صالحه صالحه عشان هو زعلان مني. يا عم ارتاح مش عايز. لا اسمع مني، عشان هو مش راضي ينزل معانا. ما ينزل ما ينزلش. بطلوا شغل الاطفال ده عشان ما بحبوش يا اسطى. انا برضه شغل اطفال. انت جاي عندنا تقول شغل اطفال؟ هو ايه اللي حصل يلا يا عم؟ ماشي يا عم انت وهو. انا انت مش فاصل الصوت على فكره في الاستري. مش انا اللي إيه؟ مشغل فاصل الصوت في الاستري. مش انا اللي وربنا مشغل وربنا قفله. لا انت مش قفله والله العظيم. يا بابا حاضر يا بابا. انا سايب وانا سامع. انا سامع الصوت على فكره بتاع. اسمع انا مالي. خلي بالكوا بقى يا جدعان، بس ركزوا والله. انا في اتنين نازلين، في ثلاثه نازلين، في بالظبط بالظبط اربعه. كوره كامله. انا نازل عشان تحت. يا نهار ابيض. سلام عليكم. شوفني يا عبره انا بخسر. ها واحد امك لما تموت يا دي افلوكه الفرق ده. اموت وليك نفس تقولها. ايه ده؟ عبالك بوم. هو انا اموت انا مش لاكل. طب هيلم. طب ولا انت عاش واحد تاني تحت البيت اللي ورا. يلا هتفرج عليك. انت موت. كملوا الاستريم بقى على المصل. ماشي طيب. اصلي كده واجي لكم بعد اذنكم بقى. خلاص يا عم انت. خلاص يا عم المؤمن. ان شكله داخل ياكل معاه. في واقف في ناس هناك نينجا الناحيه دي ناحيه اس دبليو. الاستريم لسه شغال ولا يا شغال؟ شفتها شوفوا كده شغال. ايوه كان بيتفرج على مونو. تمام. واحد عندي واحد عندي لك ولا ايه؟ بيتفرج على مونو. هو موت بقى يابا موت بقى. انا بقالكم انا بقالكم عشان ننجا سيب لي حاجه عشان مش بعرف السلاح. واحد عندي ماشي ماشي خد انت اللي يا دي يا مونو. تموت ينفع تموت يا اسطى؟ انت برن عليه مش رحمه والله. لا تحسب انت وقفنا عشان تنزل معاه.
اموت يا فقر، ما تقتلنيش بقى عشان اسيبك، ولا ما تقتلنيش هسيبك، هسيبك ما تقتلنيش، ما تقتلنيش ما تقتلنيش، مش هخلي في تيمي يقتلك، مش هخلي تيمي يقتل. يلا انا خلص عليه يا اسطى، خلص عليه يا اسطى، خلص خلاص يا اسطى، بموت مش هخلي تيمي يقتلك. يلا خلاص مبقاش رخم بقى. بيتفرج عليك يا سعد، انت جاي تقتله دلوقتي يا دي نينجا. ايوه ده ولا حاجه، بس السلام عليكم. مين معاك كلمه بومب ناو؟ ده نينجا ما كنتش تنكه خالص. عجبك؟ مش نازل في الحته دي ثاني، هو الستريم عليا صح؟ انت يا خلي عندك دم عشان ايه ده في ايه؟ الستريم عليا. مين كامت ناو؟ مين مشهور كامت؟ اه في صندوق في ويك هلا، انا شايفه ده. بص ده طالع من البوز، من هاي بوز، لا خدوني وديكم. لا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم بيتفرج علينا. يلا ما انت عندك حفر كتير يا عم، مش عايز يا عم. واحد هناك وقالك فين؟ وانت حدد هناك دي، انت كده حددتها يعني؟ فين يابا؟ تعالى يا ريتاس، تعالى يا اسطى. شفت خلاص هننزل. هو انت كنت في المسابقه اللي فاتت؟ اتشوت كوم اتنين هننزل. انا دخلت مسابقه قبل كده مع كلاش وفوزت على فكره. مع كلاش انكار؟ ايوه طبعا. سبعة خش مين معك؟ ليش رويال سيرت غريبة. بس يا بابا بس يا عم ماشي. هايبر ده وقت يا ده قفلتي انت يا مالك. يلا يا عم مش انت بتكلم هايبر. يقول لي قفلت اللي بيقول انا بيتفرج على مودو ليه؟ مين اللي قفل؟ طب اعمل ايه؟ انت مالك انت، انت مالك؟ انا شخصيه لعيبه اهو بيتفرج عليا، انت مالك انت؟ انا لو اعرف انه اصلا بيتفرج عليك يا مونو والله العظيم كنت قفلت ال انت لعيبه. لو لعيبه لو قفلت الكمبيوتر ونمت. مين ده؟ انت؟ اه لو لو كنت عارف ان مانو انا اللي بتفرج عليك. سلام عشان داخل اصلا. مانو بيتفرج عليا يا حماد. مانو جابلك يا مانو. ما بقول لك بتفرج عليا ليه بدل بص اشهرك يا مانو. بتفرج عليا يا اسطى. انا بتفرج عليا. بتفرج على مين؟ مين اللي فات على الستريم على مين؟ هو بدأ يسمع ريال. في سكواد هناك اهو. يلا يلا يا وي بس يا بابا بص 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 بص
سامع عنك من كنت على سامع يا اسطى في سناب لو عايز ما بعرفش العب بيه مين ده؟ لا بابا لا 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 حط خيال لا خيال حط خيال يا ابني احطه فين ده اللي احطه فين يا عم هو يا عم حطيه عجبك يا عم بيت من اخر بالي والله مش عارف ده بوت يا عم جدد البنى على جدده ازاي مش عارف ليه جدده ابيض يعني ايوه تمام يا ولد ايه ده عايز نكسب الجيم ده ما تجيب يا اسطى شويه طلق ايه من النبي اي كي اسمه ايه سنايبر لا شوبان الشوتجن تاني هتلاقيه ما بيعمرش او هات السيف وهات الشوتجن يعني اضرب اهو في واحد ورا الشجرة مش بوت على فكرة تمشي هم نايس ايه يا مدنس عامل ايه يا اسطى سيبه يا اسطى ليه يا مدنس؟ بس تعمل ايه يا اسطى؟ تمام ماشي مش عارف ولا حاجة على الشمال سمعت ولا حاجة قلت له تمام ماشي في في روكيت هو تعالى تعالى خد ده مش عندي كله تاني ايه ده استنى عشان تجيبهم بس ده احنا هنتاخد الشوط دلوقتي فوق جبل فوق جبل فوق جبل ايه ده في حفله فوق اثنين جبت واحد ايه ده جاب بس 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 جبت سلاح النار رجلي يا حبيبي اوه ده رجلي اوه ده رجلي عشر كلز ده بص ده وقف دلوقتي لا نور 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 يابا النار يابا ايه ده يا
عم نور يا عم ايوه عشان انت عايز مين سوبريم دولار فينا او شكلها من اوي شكلها من اوي مستوى ودي لو قاتل مرة ابيك لو قاتل كرسي بعد اموت ولا يا بالقتلات صح؟ لا لا جدا يعني بالكلات ايه اللي بالكلات؟ يعني بقى صوت نفسك يلا بصوت البتاع ريد ريد يلا موت حفر مين بقى سوبريم دولار ماو فلوكا السكواد يا فلوكا ده بيلعب جول السكواد يا عمتك بريدي بس بريدي انت تعبان يا عم ما بلاش الهول ده جدع يا عم جرب يا عم خليها سكواد زي ما احسن يا عم جرب يلا ريدي يا ابو كده يا نينجا يا نينجا انا قلت خليها سكواد ولا بات ولا ايه؟ يا فلوكال ايه يا ابني؟ مايك اوف بيز يا فلوكا يلا سكواد ايه يا جدعان انا اقدر اجيب بروفيشنال ولا لا؟ الو تقدر سامعني كده اشتغل
حلو يا ابني الصوت كان حلو عندك هو الصوت برك بس كده كان في اللعبة صوت بيخلي الدنيا خربانة خلي الديسكورد ده صوت جامد حد فتح السماعة يفصلها يعني يا جدعان بعد اللعب حط السماعة
كمان عم نلاقى سنايبر يا جدعان. مين خد مين خد باله انت معاك؟ ايوه ايوه نعم. الو نعم سمعني؟ سمعني كده؟ ايه بسرعة عني بس مات وسيبوا يا فلوكا ودي حاجة امك سيبوا يا فلوكا يا مات يا يا تسيبوا يلا انت بني ادم باري ابو شكلة الله قد حرام واحد عايز يزرع كل واحد عايز يزرع باري مين ده خدها مساء لا اربط على وشك الحزام ايه ده ماسه باربط انت فايزر ليش ينزلوا شوت جن ديجيتال لا مين شوت جن ايه تجين دريك ايه ده؟ ايه اللي بيقولها بنار؟ ايه ده هو الانجا راح لك انت؟ سلوه؟ لا والسلوسة انك كنت هناك انت انا كنت شعرف انك كنت انا كان مع اخي صلوح كيف تحت ايه؟ كيف دورة ايه؟ كيف تحت ايه؟ ما دي تبارك كله انتوا خبيتوا في ايه؟ بقول لك يا دي فلوكا ما حدش يتفرج على اللايف ستريم جاي في تيم قدام يا جدعان في سكواد انت في ايه يا في ابني انا جنبك هو انت اخوك راي ايه؟ طب ويت بس انا يعني السكور كله في وشه نعم 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 ابعد ابعد تعالى يا فلوكا تعالى يا فلوكا ديت هاي فلوكا نبيل عمل بخ فاش اوكي خلاص تمام هو ده لتو رقم هو المشب لطيف حد معاه طلق اي كي؟ لا انا عن نفسي مشكلة انا لا معاه سين طلق تعالى كده كتفي طلق
صوتك بعيد شبه سعيد. بعيد قوي صوتك. اللي بيوقف. في ناس هناك بتضغط. في سكار هنا اللي عايزه يابا. تعالى يا جدعان، في ناس عندي. ماشي ماشي، جايين 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 اهو. كده كده كده. طب انا جنبك. انت جنبك؟ جنبك. ايه ده؟ ده في واحد بيضرب من جنبك. استنى. ايه ده؟ اوه الواحد. شو 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 نقدر نحاول نقدر نحاول نقدر يا لهو على هيك يا جدعان. يا لهوي فلوكل، تعالوا لي يا جدعان. يا عم خلاص فلوكل عندي اهو. قوم تعال. اهو خد الحماية. يلا يا ابني هنا هو عشان الزوج. اعمل الحماية بقى عليه. اعمل حماية عليكم، اعمل حماية عليكم عشان محدش. ايوه كده سامعني؟ ماشي 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 حاضر. شكرا. تعالى تعالى مهدي بقى، تعالى معايا. عندك اي بم؟ اه ها؟ اه ومين لازم انت تلمس الورد ده؟ تعالى جاي جاي جاي. يا ابني ما كان في واحد هنا بقول لك بامبا مش كرسي. الو انا ما بحبكش. الو يا عم. ايوه سامعيني يعني؟ لا كده احلى بكتير الاول. الحق في لوكال يلا. بسلاح النار في جنبك يلا ناس برضه. ايه ده؟ ايه؟ ما هم تيمات، اربع تيمات يلا. ايه؟ استني 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 استني. صح جبته. مش قادر، لازم اجيبه. بص المافيا بقى. لا لا كفلوك. والله باني والله باني والله باني. ايه بديني عشق اللي انت بتعمله ده؟ طب تعالى بس بسرعة. غيرك فين يا ابن ميت؟ ادري خلاص. مش شايف انا شايف انا شايف انا شايف. يا سوري سوري. انا قتلت واحد منهم والله. كان في لاج. الو الو
الو الو افلوكا سامعيني؟ ايوه لوكا. لا ايوه ايوه لوكا. طب ايش يلا سامعيني لوكا؟ بقول لك ايه؟ ايه اوكي هو انت ممكن تفتحه و ابعت له هدايا. ايه بقول لك ابعت له هدايا. ابعت لك هدايا؟ بقول لك ايه؟ سانتا يا لهوي انت كلاشينكوف بعت لك هدايا؟ ايوه يا ابني فاهم احسن. ما هو قال لي ابعت لي هدايا وانا ابعت لك هدايا. واضح. انا هبعت لك طوس عشان ايه الشهرة 119,000 فيها ايه يا احمد؟ ايه ده كل بيقولك فيها ايه؟ ايه ده يلا يا قابل طب يلا ريدي يلا ريدي. لا احنا بنقول على يا عم على كلاشينكوف يا اسطى. كلاشينكوف يعني اكيد مش هيبقى عليا انا يا اسطى. ابعت لي يا اسطى ابعت لي طنط عشان اكمل 500. كفايه عليك كده بقى يا لهوي يا جدعان كافر. كفايه عليك كده يا اسطى عشان اكمل 500. ابعت البال كلاشينكوف. طب انا يا عم يا اسطى. طب انا يا عم. طب يا اسطى عشان اكمل 500 معلش هو المره معقوله ايه ابو الغباء. استنى بس او ابعت اي خرا دكتور دوناتيل اكمل 500 وه لا ده وارد 2 جنيه انا عرفت. الو الو لايف ستريم. ايوه يا ابني انت حيوان خلي بالك اللايف شوف كده اسال هايبر لا انتفار تيم. السلام عليكم انا بقى. لا لا انا السلام يا ابني انت تلعب فار تيم يا ابني عادي يا ابني شغال لعب انت يا انا اطلع بقى. لا السا لا يا مين اللي طلع وراح فين هو كمين اجيب ولا اجيب ادخل يا فلوكا بس يلا يا عم يا نينجا خليك يا عم نلعب فار تيم العب انت فار والله يا جدعان بلعب فار تيم انا وانا وانا خش وش حاتكم انا العب انت نقف انا يا عم بلعب صحابي خلاص يا عم مش هسترنك لا ما كنتش شايف انا كنت بظبط حاجه ماشي. طب نلعب سكواد. لا انا حطيت لك اللينك في جروب كريتيف. ها ايه مين اللي في المطبخ؟ لينك ايه؟ لينك ستريم طيب طب ابعتوا للناس اللي عندهم ستريم سيرفر جنرال يا ابني. ما هو في ستريم سيرفر جنرال ثانيه كده بقى يا جدعان. هو انت معلش يا دوناتيلو هو انت نزلت الستريم فين؟ في جروب كرييتيف ديستراكشن مثلا. ايوه في تشانل ايه بقى؟ لا 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 مش في الديسكورد. لا فيسبوك. اه في الجروب بتاع الفيس. ايوه ايوه طيب انا نزلته على الديسكورد. ايوه اقعدوا بقى دخلوا الناس ونزلوا كرييتيف ديستراكشن اوفيشال. ها لوكال بقول لك ايه؟ 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 لوكال ايه؟ ايه الترينج روفر ده؟ ايه يا عم اللي بتاعت اللبسه اسمها ايه؟ المغنيه؟ يا عم ترندي ترندي ايه بس؟ لا امال الكوزه الايه؟ دي؟ الكوزه يا عم وشعر يا عم دي؟ استنى بقى علقت فين؟ هو انت لابس نفس الكوزه ما بقاش اي حاجه
دي يا سامعني يا عم اللبسه دي يا اخويا تمسكني. سامعني سامعني سامعني. ايوه يا عم، ايوه ايوه انا واحده اللبسه ايه اللبسه خدت موتوسيكل دي. استنى بقى بقولك موتوسيكل ده موتوسيكل. امال دي دي خوذة الطيارة دي. يا ربي دي افتح المول دي. انت ما غيرتهاش على فكرة، ما انت ما غيرتهاش برضه. دي اللي عجباني. استنى ايه ده يا متحمل؟ لا 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 بص بص انا هقولها لك. عارف انت بتاعت الفلانتاين؟ ازاي يا عم؟ سوري سوري البس سكناته كلها وانا هقول لك يعني واحده. هي دي هي دي. زغرط يلا زغرط. استنى بقى. ده انت اعمى بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ معاك الفروست كبر؟ او الايس كوين. ايس كوين فين الايس كوين ده؟ لا التلج. ايه دي؟ لا بمسي عليك. دي ولا دي ولا دي بتاعت التلج. التلج دي قصدي دي. والله انت ما حطيت ولا واحده ولا ما حطيتش ولا واحده. اهي 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 بص اهي والله اهي والله. فين عند شويه حاجه دونت له سيبنا نتيلو ندفح يا عم. يا عم ادفع انا ماسكك. هو لابسها ولا لا؟ بدوب دوب هي دي. هو ده الستريم سيرفر يعني. هو بي 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 بيحط الستريمز عليه. تقوم بعتلي يوبين اورند تقوم بعتلي يقول لي ما ينفعش تبعت ستريم. ليه؟ مين اللي قالك كده؟ يا ابني بتنزلها في ميكس. بتنزلها في ميكس. بتنزلها في ميكس. ميكس اللايف ستريم جايز. ايه ده في ايه؟ نعم صوت ده. ايه ده في روم اسمها لايف ستريم. النهار اسوح كل ده لايف ستريمز. في لايف على فكره شغال دلوقتي. سيزون فول ماكسنج فول فلاكس باس. احنا مش هندخل اون الجيم ولا كلنا دايمونات دايموندات ما عدا الكلب دوناتيلو وما عدا سام. ما عدا مين ده؟ سام والكلب دوناتيلو بس يالا. بس انت عشان نوبات بقى يالا ومش عارفين تجيبوا رانك يالا. طب اقول لك حاجه بره مين دول؟ على فكره لسه واصل من السيرفر يا دين. استنى ابعت لها. طب اطلع اطلع عشان رم علاقه. اطلع عشان رم علاقه. اطلع رم علاقه على على الفاير تيم. رم علاقه على الفاير تيم. اطلع ابعت له. ابعت له يا عم زين زين يا عم ابعت له اصلا. ايه ده انا نعمل فوق اللي عامل مراجل غرفه. عم ابعت له يا عم. ده احنا كنا بنهزر. ده قلم ناري. لا ما صدقت. استنى يا جدع اتكلم. فا هلا مدير فيوز. نعم في. لا بنسلم عليك بس. في يا ابني اللي حصل روح حاجه دخلته تاني فبنهزر يعني. شباب مره عملتها معاك يا ابني صح ولا غلط؟ دخل تيم. طب دخل بالك مش جدع. دخل تيم اهو. ما بقولك عشان هو قماص. ما بحبش الناس اللي بتتعمل. هو مش حوار كده بس هو في مواضيع ما بتتهل. يا يا دوناتيلو
نعم انا دام قفل في وشي وسيب على فكره. طب انت ليه ايه بكلمه قام رد عليا قام قال لي مش احنا في اللايف بتاعك ومش في اللايف بتاعك. طب ايه يا جدع بقول لك ايه. طب ده بس انا بقول لك حاجه انت كده بتقلي من نفسك يا ابني عشان والله صاحبي والله ما اكتر. يلا ادخل معانا احنا كنا بنهزر احنا كنا بنهزر والله. لا انت داخل والله. لا 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 دول هما اتنين ده واحد. يلا ادخل ادخل وزعني قول واحد ادخل وزعني. لا ادخل بس بالله عليك عشان خاطر عشان خاطر يا اسطى عشان خاطر. طب براحتك يا اسطى براحتك يا اسطى. نينجا نينجا ما بيلعبش تقريبا. ابعت اسمه ايه ده ابعت لهايبر قول لهايبر هتلعب يا عم ما يخلو ايه. سوري سوري جايز سوري جايز انا معلق على اللبس معايا انا طب هو ايه جاي يعني ولا مش جاي؟ ايه هايبر هايبر قول لاخوك يا ابني يقبل يقبل الطلب الانفايت اكتب لي تحت يا هايبر. ايه يلا بالباي يا سام يا انا غلطان يا جدعان والله ان انا بهزر نفسي. هايبر هايبر الو حاول لو سمعني ارقص هايبر يا رب. طب قول لاخوك يا ابني يدخل الستريم او ابعتلي انت تحت. طب انا برن عليه. طب قول له يرد يا ابني. كل ما بدأت تجوني الاكثر بص انا هدوس ريدي شوف براحتك هتدخل اخوك ولا ايه. طب هتعمل ايه يا ابني ايه يا سام
البيات حيوان يلا. ليه؟ مش انت يا عم مش انت. اللي غدر بيا ده. مين؟ يا عم هايبر. هايبر. مفيش حاجة بس. انت ليه زعلت؟ يا ابني ما زعلتش انا طلعت عشان كنت عم بعمل له انفايت فرحت اشتكيت. استنى انت كمان خلي بالك احنا كنا بنهزر واسال واسال هايبر كمان. استنى 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 كلم هايبر دلوقتي اساله اساله دلوقتي من ايه اللي كان بيحصل. احنا كنا خلي بالك كنا بنهزر مع بعض واسال سام اسال سام انا كنت كاتب له في الشات اول ما اتفرج على اللايف رجع كده قلت اساله انا كنت قايل له في الشات قلت له الو قلت له قلت له استنى انا هعمل حاجه بوصل معاه. قول له عندك ايه. حاضر ماشي سلام. عايز سلام هو قال لي ماشي سلام. مش انت مش انت مش انت بيقول لك ايه بيقول لك ايه ودني ماشي ايه ده ماشي 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 ماله ماشي بيك وشات این کامیت نیو ای 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 ایده What the fuck هو سؤال بس بسيط هو ازاي اهي برام من توكن عشان هو لابس على مني مش عارف هو انت ايه انت لابس انت ما لبسش كده الحاجه اللي عليها انا جيت يا عم ايه ايدن لا بكح ايدن اه ايدن ولا ايه ايدن ايدن بيت كبير لا البيت الصغير قصدي الطواحن هايبر لا هايبر لسه مترسل جدا عم محدش ينزل معاه الطاحون انا مش هنزل طاحونه في الطواحن كلها غير الطاحونه انت عشان اركبها انت بتعرف تركب طواحين؟ مفيش حاجه بس تمام هو اشمعنى شو الدنيا ما بيطلعش في الشتاء؟ يعني ليه مثلا ما بفتحش الشيست كده يطلع فيه شوك لا حاجة على فكرة صوتي بكرة تاك مرة ما انا عارف هاي كيلو على فكرة صوتي بكرة كان ضحكة كمان ايه ده في ايه؟ فيلم الرعب لا لا مش قادر انت مالك بس فينك يا كين ايه يا عم في ايه يا عم مش عارف ايه ايه ده اوبا في واحد بيضرب نار اوبا في واحد بيضرب نار عليا احسن خد بقول لك خد بقول لك تعالى 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 انت رايح فين خد قنبله قنبله بتطلع دايموند بس تخيل ان القنبله دي بتفرقع كده انت تلم الدايموند اللي بقى منها دين 120 بالدرجة
انها القنبلة. اوبا ده معاه سنايبر، ده معاه دبليو بي، ده بيكمل لي مجموعة. في واحد لعيبه قدام يا جدعان، انت قتلته قبل يا جدعان. هايبر تعالى انا معايا لوت. يا جدعان يا جدعان يا جدعان حول يا جدعان. ايش تعالي يعني ايش تعالي بيكلمنا اخيرا لقيت وردة يا جدعان. اخيرا لقيت وردة، اخيرا لقيت وردة. تعالى 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 هنا، تعالى هنا هايبر، تعالى هنا هايبر. تعالى ده البرغم بتاعي ولا ايه؟ تعالى هو بتاعك ولا بتاع ايه ده؟ في ايه يا هو بتاعي؟ انت قلت تعالى وايه؟ تعالى وبي لقيت بمبو. عارف اجيب الولع؟ مش عارف تجيبه؟ والله هو انت تلاقي ازاي هناك يا مو؟ ايه ده؟ انت مالك انت؟ بوم بقول يا مانو هو ايه انت مالك انت عبيط؟ واحد تحتيك، في واحد اهو. شكرا يا هاد. تتولك والله ايه سنايبر بس كنت اشوف الشكل الكلو. انا اسف والله. يا جدعان مين اللي عنده فتح الستريم ده؟ اللي عنده فتح الستريم سيبه 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 يا جدع يا جدع سيبه. بص بص بيقفل عليا عشان ما اجيبوش. اقول له سيبه لا بص دي شوت 106، دي شوت 106. طب تعالى هايبر بسرعه. ايه ده انتوا فين يا جدعان؟ انا حطيت كرسي يا دي يا مانو بركبه بتاع اركب بتاعي هناك اهو. لا فين الكرسي يا يا دي هايبر رايح اعمل قدر اعمل قلت واضرب طلقه عشان اعمله بوينت عليه. رايح ضربت الطلقه كسرت الكرسي. معلش طلع نص كوبا ايه؟ ايه؟ انت بتشور عليها ولا ايه؟ في ايكي هنا قبل الليجند. اسال الواد ده الايكي الايبك؟ قبل ال الايبك اللي قبل الليجندري الليجند السليم اللي تحتيه. انا والله ما فاكر اسمه ايه اصلا. ايبك في اتنين عندي يا جدعان والله ما معايا الا 40 طلة. معلش والله حتى لو انت بتتفرج على اللايف هو تقريبا ما سمعش دي يضرب بسماي دي. في طلق في طلق بيتضرب قدام. ايوه 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 في واحد هنا في واحد هنا. ايدن ايدن مرسوق. انا ايه ده؟ طب ما تزونيش. وانت بتشاور على ايه؟ عليك انت بتشاور على ايه؟ عليكو الله يبرع سليم. انت وليه ما تخلص يا جدعان؟ انتوا فاهم ما تقربوا شويه عشان في ناس سن. مين بيلعب شقا ناو؟ شقا انا كنت لا اعتدت على يا حب تعالى في ناس عندي اعتدت على ان لا احب الشوتجن، لكن بعدما جربت السكين الجديد اصبح افضل واسرع. عندما شربت ساي ابليكس لقيت صحتي كده كده
بوم لوت بقى لوت. لا سيبولي بقى يعني مش بعد ما انا اجيبه تسيبولي زين. لا لا سيب سكور سيب سكور سيب سكور سيب سكور بوم. وخدت الاي شوت كان وضحكت عليك وجيت في ايه ده اللي بيجي يعني هنا حد عايز فين فين ما هي عندي يا ابني انت في علمنا عليها علمنا عليها اهي اهي مش عارف النايبر هيروح ياخدها دلوقتي وانا هتنرفز عليه وهعوره على فكره هايبر بعيد واقف ارمي اربح شفته شفته كمين دي طب ركز طب خد خد السنايبر يا عم خد ال... انت بتا... انت بتعمل ايه يا عم والله ما يحصل ابعد الحقوني ده انا اخدت الكرسي رفعته ايه ده مين الكرسي والله العظيم حرام والله العظيم اعمل اي حاجه علشان ما تقتله طب ايه ده طب انا خدت كل اللوت حتى الشيلد دي ما سبتوش ربنا يغفر من جايب 19 كيلو ناو وهو على وشه ناو فم ايه فك البلدر فم على هوا انا عارف تبج البلد ده بيتعمل ازاي ها هيو في الكاسب جابيته ناب ازاي ازاي اكسب عليا كده شت ايه ده دمشت حرام طب انا مشغل ولا كل ده بيقول طب والمصحف ده اللي جايبه حاضر 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 يا جدعان والله انا بعمل حاجه اسمها لايف ستريم ده لو حد لو حد فاهم طب يعني انت الوحيد اللي بتعملش حاجه فيه اهبوا في حد اهو خد يا محمد اهو فين اهو فين اهو فين اهو فين اهو فين ها 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 وانت شخي اهو فين ها ها طب واحد ورا شوف اسمها يا ابني اسمها نو سكوب اي دبليو بي اسمها حرفنه يعني شوف واحد مثلا زي مانو ده بعشا بص بقى بص 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 كان فوق بص شوف كان فوق بص شوف كان فوق ايه مدين طب سيبه 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 بالله عليك ربنا ياخدك يا هايب ربنا ياخدك مش مش كويس خد ياخدك انت يعني اقول له سيبه ياخده اقول له سيبه ياخده اقول له سيبه ياخده ياخده طب لو ما تاخدوش يا ايه طب لو قلت له يعني ما تسيبوش يعني مش هياخده يعني لا هي دورك انت حد معاه روكيتات روكيتات استنى وانزل اشوف يا ابو الهيبه معاه روكيت يعرف في ده في دبليو بي هي يا جدعان لا اي دونت هاف هايبر مان بيموت وبيطلع يجري كده ايه ده ايه ده بي بي جولد تسلم روح يا هايبر يعني انت مديه ومديش اخوك لا هو عامة ما اديهاليش حاضر يا مان جاي لك هاي برا صاحبي في واحد جاي لك من ظهرك في واحد جاي لك من ظهرك طب ايه ده بس عشان انا بحارب ناو يا جدعان يا جدعان ساوند لايك اي نيد هيلب ايه ده فاكن هيلب يا جدعان حاسس بطلع لك بالنار يا عم احنا جنبك انت احول
يا لا يا لهوي اطلعوا له اطلعوا له بسرعة ما بقى اهو فنن دغدغو دغدغو ده اخويا برضو يا عم ده اتفرج على اللايف لازم يموت خلاص هو مينفعش لازم يموت اخر جيم وخلاص المشكلة بقى في حاجة تصدق الواد يقف لوكال ان كان في واحد رايح يقتل الواد ده كان في واحد رايح يقتله انا قتلته اللي رايح يقتل الواد وسبت الواد طب حد معاه بلد عشان مش معاه بلد اهم على فكرة يا مونو في فرق شوب من فوق بلد 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 انت احول مش شاف ايه ده في ناس على فوق جبل في فرق شوب من ورا هاي ورا فين 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 ايه ده ايه كل ده على ايه على ان ايه انتو فين يا جدعان انتو فين على ان ايه على ان ايه ده بقى اثر واحد تقريبا ده انا اللي قتل خلاص يبقى انت وانا جبت واحد وانا هعمل كفر وبس تقريبا بيهيلي راح اغفل بقى بوم تشيكا بوم عاش وراك هاي براك وراك 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 اهو 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 حد في هايبر جرينيد حد في جرينيد هايبر عرفت عاش هايبر عاش هلا هلا هو عامل لك ايه فين القطرك فين القطر عجب وراك هيا اهو اهبد اهبد بقول لك حد يفتح شيلي ورا بعض مش واحد بقى مش واحد عاش عاش شيلي اللي كان متنوت تعالي بقى في القناية بوم تعالى اهبل الواحد كان بيكسب ولا غايبة خوف في سنة كده لا غير مصرح لو انا اقول ملك لا بكح هو اصغر منك بس في سنة كده لا قده اذا كان هو اقل اخويا صغير نعم ابو حاضر والله دي في ساعات مش يعني الفرق بتاع ساعة ان شاء الله بص انت قوم احنا في ساعة يا اما انت ايه ده يا اما انا يا اما انت هو ايه اللي قومت ازاي الواد نعم يا ماما انت فكر هايبر اللي انا اللي قتلته لا انا وهايبر اتنين زي بعض هايبر ضرب ترقى في الارض ولقيت الواد مات قلت لا اله الا الله في ايه يلا بس اجين ما تنفايت لسه لسه هايبر هايبر انفايت لسه لسه جاي ثانية بس لسه اشتيمه الصراحة نايم نايم على اللب تمام ادي فلوكا لما تجيب حاجة حلوة ولا انت لو هات حاجة عالية نعم طب بصوا يا جدعان